بعد لحظات سيصل اسم مسؤول الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوي هود إلى العاصمة الجزائرية. السلام عليكم، أنا سعيد جدا لوجودي هنا في الجزائر مع أنني عشت في المنطقة لأكثر من 20 سنة، فإننا أزور بلد الشهداء للمرة الأولى. أتطلع إلى المناقشات مع أصدقائنا الجزائريين وأتمنى أنكم خليتوا لي حق تاع البزلوف. السلام عليكم، أريد أن أقول شكراً على 3 أيام رائعة قضيتها في الجزائر.